السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم هاد لي كوربوريل من جليسيرين. هو مصايب من الجليسيرين، عبور دو كاريتي، زبدة ديال الشيا من ناتور ايسوان لابوتي و ناتوريل. هدا كريم صراحة زوين، تشققات الأرجل، جفاف اليدين، حليب للعناية، جليسي، هذا ماشي جليسيرين، هذا جليسو وان، هذا جليس وان، حليب العناية بالجسم، حريري الملمس، نافذ وغير دهني، استعماله مميز، يرطب البشرة ويحميها ضد التيبس وعوامل خارجية. 40 درهم هو الصابونة ديالو، انا خديته 35 درهم. هو صراحة رائع رائع جدا في الترطيب. انا ندير لكم على هاد الشيعة، انا يدي صراحة دابا راه ناشفة، شتي، هي درتها غير على هاد الشيعة، لاحظتوها كيفاش ترطبات. هاي هادي تبارك الله كيرطب مزيان، صالح لتشققات الارجل. هما كاتبين هنا فيزاج كور ما لي وجهها، لي وجهها ناشف، يصالح لها بزاف، ماشي لي وجهها ميد مني و ميد ما يخرج لها الحبوب. شوف تبارك الله شحال كبير، 200 مليلتر، يعني هذا ما تندموش عليه، غير خدوه، رخيص بزاف. انا ما خديتوش ب40 درهم، لا خديتو غير ب35 درهم. هو الصابونة ديالو، ها هي الصابونة ديالو، عودة الصابونة ديالو تبارك الله، فنة فنة فنة، غزالة هاد الصابونة، اللي جسمها كيحكها، اللي جاف، اللي عندها القشور في الجلد، ها هو جليسوان، كنظن هكدا كتنطق جليسوان، واعر ريحتها هي بحال الصابونة عادية، ولكن صراحة صابون جيد ناعم بالجليسيرين. هو صابون جد ناعم بالجليسيرين، معاودينها هنا. هذا صراحة صالح للوجه، صالح ل هاي هادي 15 درهم، ولكن بروموسيون بجوج 35 درهم، خديتهم 15 و40، هي 55. الحمد لله خديتو رخيص حيت كان برومو، كان بحال هكذا، وشريتها من بارافارماسي. كنصحكم صراحه اللي وجهها ناشف يابس تستعمل هاد الصابونه، تدعي معايا، راه رائعه، ما كتخليش داك القشور في الوجه، كتخليه رطب 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 رطب. تغسلي بهذا ودهني بهذا، راه يولي وجهك بحال الشمعه، يولي وجهك غزال. انا وجهي يعني مختلط، كينوض الحبوب مره مره، كنديرو غير ملي كيتيبس لي، يعني ملي كي وجهي كيولي ناشف، كنديرو يدي، كنديرو رجلي، كنديرو جسمي، تبارك الله، في واحد الكمية كبيرة. هو اللي ينفعني في الشتا، راني قربت نكملو، هو اللي ينفعني صراحة في هاد الشتا هذا، مع الجفاف، و راك عاوم عارفين الشتا كتخلي الوجه كيتقشر والجسم كيتقشر، مع هاد الصابونة وهاد الكريم صراحة رائع، يعني كريم الجسم، ما غاديش تندمو عليه. وكنصحكم بيه، يعني حتى الثمن رخيص بزاف، في البارافارماسي سولوا على البرومو واش باقي ولا ما باقيش، وديروا كابتيغ ليكرون، شوفوا حتى الجليسيرين، هاد الصابونه ديال الجليسيرين واش كاينه بوحدها ولا كاينه معاه. وشكرا على المتابعه.